ايوه طيب طيب وانا معدد مره فوق عشان عارف راسي اللي مش حول هذه شيء مراسلة ايوه طيب حسس براسي قد نسمع القرآن العرق الجسم ديالي كامل تنفخ بالعرق طيب كامل بالعرق قد كنسى واللسان ديالي كيتلوى وكنسى كنحط حاجه كنسى ما عرفتش راسي وضعفت مره وشنو وقع لي مشيت عند واحد السيد في الجامع حدانا المسجد ما شاء الله واحد ابو نادر هو اللي قال لي ما شاء الله مغربي مشيت لعندو وقلت له انا حاسس بالعرق ديالي وما كنعش ما كيجيني لا نعاس لا والو كيحمقوني كيفكروني غير في حاجه قبيحه ما كيفكروني دابا حد الان كيفكروني شي واحد ضربني عندي تنس انتقم منه يقول لي لما تقمتيش منه نقتلوك دائما هاد الفكره ليل ونهار 24 ساعة في عقلي متخلويني لا نعس لا والو واه هاد واحد راك سننتقم منه وهاد سننتقم منه طيب انا فهمت طيب والضغط عليا بزاف وملي مشيت عند السيد هذا عمل لي الرقية حيد مني تقريبا شي 30 ما شاء الله وانا كنت كنحيد تاني من راسي ملي بقى كيقول لي التعليمات كنت كنسمع الرقية وهادي حيد مني من يدي ومن رجلي طيب. بزاف طيب ما شاء الله ودابا باقي وقيلا الكبير اللي ديالو ما بغاش وباقي ربما يكون معاه شي جنون ما بغاش طيب نبقاو نتكلموا في هاد النقاط باش نوضحوا الصورة باش نبينوا التشخيص طيب أنت قلت على أنك لما ذهبت إلى لندن في بريطانيا شعرت بشيء يعني تملكك خلفك تنميل طيب وقلتي على أن ظهر حقيقة أنك مريض عندك الجن وقلت كذلك الآن على أن تأتيك أفكار أي إنسان صنع لك ظلمك ولو كنت صغير طيب طيب جيد أنا أقول لك شيء يعني أنك جوش الناس سبق لهم وظلموك الآن تأتيك أفكار في عقلك على أن هذه الأشخاص خاص يجب عليك أن تنتقم لنفسك منهم حتى نخرج منك حتى ترتاح وإلا تبقى دائم معذب في التعذيب والتعذيب الكبير هو الوسواس اللي يأتيك الله غير موجود نعم أنا أقول لك أنا جايك نجيك من النهاية في لندن على وجه الخصوص وحتى في دول أخرى يحارب فيها الإسلام إما علانية أو خفية لأن في لندن أحيانا ترى الحرية المقبل على الإسلام مقبل على الإسلام والمقبل على الكفر مقبل على الكفر وكل واحد يحترم الآخر لكن هذا ما يظهر لكن في الخفاء هناك موالاة كبيرة لغير المسلمين وقس عليها هولندا وبعض الدول التي توالي اليهود فهمت جيدا وعندما أقول هذه الكلمة فأقصد بها أن هناك جدر موجود عميق لعبادة الشيطان فهمت الكلام فين غادي ويحاربون به أهل القبلة والإسلام خاصة الشباب النصارى يعتقدون أن الشباب الآن يلتزم في أوروبا كثيرا ويتمسك بدين الله عز وجل خاصة الشباب الذي تظهر عليهم سمات الاستقامة يعني يبان عليه أنه متأدب ملتزم في يعني يقوم بشرع الإسلام هناك حرب في أوروبا حتى يصرف الشباب عن بر الآباء والأمهات وحرب أعظم يعني يصرفوهم عن القبلة وعن الإسلام والتوحيد وليس بالإنس يظهرون حبا للمسلمين أو على الأقل كما قال تحبونهم ولا يحبونكم فيظهرون أن هناك حقوق وهناك مساواة لا تظهر شعائر الإسلام ولا تظهر شعائر الكفر وكل واحد يلتزم بما أراد له كنيسته ولك مسجدك الآن كتزير
أي نعم الآن تتعذب الآن تصرع، لأن هذا الكلام رقية، هذا الكلام يعذبه. أي نعم، فهم يسلطون الجن والشياطين، عبدة الشياطين والماسونية، كي يصرفوا الناس عن دين الله خفية. فما حاربوك بالقنابل، لكن حاربوك بالشهوات وبالشياطين في بلاد الكفر. وهذه حرب عظيمة الآن على الشباب الذي هو في أوروبا وفي أمريكا. يقول لك الله هي بلاد الحرية وكل من أراد. أي نعم، يظهرون هذا حتى لا يرمون في الديمقراطية التي يتبجحون بها، لكن حقيقة يحاربون الإسلام ولا يزال يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه حكم الله بها، خلاص الأمر من الله عز وجل وتوضيح بين. فإذا الشباب الآن يحارب في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي جميع القارات من أهل الكفر، لا يحاربون بالقنابل، بشهوات وبشبهات. والآن يتزعمها الشيطان والمعبد، عباد الصليب وعباد الكنيسة وعباد الشيطان. هذه القمة، رأس الهرم هذا الآن هذا. ولهذا ترى أنهم صاروا يرغبون الشباب في الإلحاد، ومن أراد تفتح له الأبواب في أوروبا وغيرها أنه يكفر بالرحمن ويعصي الرحمن ويسمع لك الشيطان، يظهرها يعني بشعار أو دثار أو بلباس أو بقول أو بكفر صريح. حتى صاروا الآن يشترطون أن يوقعوا الشباب في شهوات ويغرم بفتيات، ويصير من جملة الشروط حتى يتزوجها أنه يكفر بالله عز وجل. ولا داعي صدي أشياء خفية أخرى. الله المستعان. إذن الأمر واضح، الآن سرعت، الآن تسرع، الأمر واضح أن الحرب الآن مسلطة على أبناء المسلمين في بلاد غير الإسلام والمسلمين. ولهذا وجب التحصين والإكثار بذكر الله عز وجل. فقد تصاب الجن يحومون في تلك البلدان، بلدان الكفر، وقد لا يصوب لك إنسان سهما أو جن سهم عن قصد، لكن عن غير قصد حينما يزلقونك بأبصارهم يراها فيدخل معها فيغير عنك دينك وتوحيدك واستقامتك وإسلامك ونجاحك. وإذا تشعبنا في هذا الموضوع فهو طويل وعريض. ولهذا أنت حينما يذكر الله والاستقامة تتعذب، لأنه يعني يكفر بالرحمن ولا يرد الله، إنما يرد معها الشيطان ورمز الشيطان الذي صارت هذه الرموز كثيرة جدا، لا أقول في بلاد الكفر، حتى في بلاد الإسلام والمسلمين صارت الآن يروج لها، وفي تجدها في المولات، وتجدها في يعني المركبات التجارية الكبيرة جدا الفخمة، تجد عليها رموز لشعبة الشياطين. فأين المراقبون وأين المربون إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. غلبت الدنيا وغلبت الدرهم والدينار والدولار. طيب، ولا رقيب ولا حسيب. المهم، اسمعوا يا معشر الجن، اعلموا أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وما كان معه إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه جل في علاه. اسمعوا وعوا، هذه بداية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. يا معشر الجن، يا من غرتكم وعود الشيطان الزائلة والفانية، يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. اتركوا شباب المسلمين، لا تضيقوا عليهم صدورهم وعقولهم وآمالهم ومستقبلهم، لا تضيقوا عليهم في مالهم وتجارتهم وعملهم ووظيفتهم، لا تضيقوا عليهم أن تغلقوا عنهم أبواب العفة والزواج، وتفتحوا أبواب الشبهات والشهوات والملذات والفاحش والفساد بمسمى التوافق والتراضي. لا ضير، إذا اتفقنا فكل شيء حلال، إذا اتفقنا فكل شيء مباح. نعم، لا، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. فيا شباب أوروبا أقبلوا على الله، ويا معشر الجان، يا من تعمل ديار الكفر، هذه ليست ذريعة أمام الله وليست حجة لكم عند الله عز وجل.
دين الله قائم في كل البقاع والأصقاع وفي كل الأمصار، دين الله واحد. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام، الإسلام، وما أدراك بالإسلام، كلمة قوية، دين قوي لا اعوجاج فيه، من رب رحيم قوي سبحانه جل في علاه، رحمة مع قوة. هذا هو الإسلام، هو اللي يجد فيكم غير الله. لكن حينما تقاعس المسلمون وأظهروا ضعفهم وفرقتهم تشتتوا فتكالبوا عليهم واستأسدوا عليهم النعاج والخفان، استأسدوا عليهم وهم ليسوا على شيء. لو بصق كل مسلم بصقة لأغرقناهم، لكن سبحان ربي، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اتقوا الله واجملوا في الطلب.